أنس الشايب يكشف حقيقة خطوبته وما علاقة ذلك مع بيسان إسماعيل. نعم مثل ما سمعتوا، فشارك مبارحة أنس الشايب هالستوريات المفاجئة واللي أعلن من خلالها عن تحضيره لمفاجأة لمتابعينه، ورح يعلن عنها غدا. فشارك مجموعة من الصور من كواليس المفاجأة، واللي كان من بينها صور لبوالين واحتفال وبدلة خاصة لهالمناسبة، وعلق بي صار الوقت تشاركوني بفرحتي، وأعلن عن المفاجأة اللي وعدتكم فيها. اليوم عملت أحلى خطوة بعملها بحياتي، وفعليا كان أحلى يوم بحياتي. هذا اللي خلى الناس تعلق عن إمكانية إعلانه لخطوبته، لهيك طلعت عدة إشاعات عن خطوبة أنس في الساعات القليلة الماضية. ليعلن أنس وأخيرا اليوم عن المفاجأة اللي حضرها من خلال هالفيديو القصير، واللي كان مفاجأة لوالدته، واللي كانت شراؤه لبيت خاص لها، ووثق ردة فعلها من خلال هذا الفيديو. فشفنا فرحة أنس العارمة بهاللحظة، غير فرحة متابعينه وأصدقائه من المشاهير اللي باركوا له من خلال الكومنتات والستوريهات. فهالمفاجأة ذكرت العديد بدراما أنس وبيسان وانفصالهم قبل فترة. فبعد انفصال الثنائي عن بعض واللي كان من قبل فترة جدا طويلة، طلعت إشاعة على أنه سبب الانفصال كان هو اتخاذ أنس لقرار شراء بيت لوالدته، واللي واجهته بيسان بالرفض لها القرار. وتم تداول هالإشاعة أكثر، خاصة من بعد ما شارك أنس الشايب هالبوست وعلق من خلاله بي مستعد عشان اللي بحبه أضحي في كل إشي بحياتي إلا أمي الغالية عندي بعد الله. فهل بتشوفوا أنه هالإشاعات صحيحة أم مجرد أكاذيب؟ وشو رأيكم بمفاجأة أنس لوالدته؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات، ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوبرز. مع جوك تي في، كونوا دائما الأقرب.